عايدة، الممرضة الأشهر في تاريخ مصر كلها. عايدة اتولدت سنة 1973 في اسكندرية. لما كبرت اشتغلت في مجال التمريض، ولأنها شاطرة وماهرة جدا جدا اشتغلت في أكبر مستشفى في اسكندرية، وفي أهم قسم فيها قسم العناية المركزة. العمليات كانت بتتعمل وبتنجح كويس جدا، والمريض يدخل العناية المركزة علشان يتابعوا مؤشراته الحيوية لجسمه قبل ما ينقلوه لغرفة عادية، وفجأة يتوفى يموت. وحالات كتير اتكررت بنفس الطريقة. إدارة المستشفى كانت مندهشة جدا، ايه اللي بيحصل؟ عمليات بتبقى ناجحة جدا، ازاي المريض بيموت وازاي بيموتوا بنفس الطريقة نفس الأعراض تقريبا؟ المهم ان المستشفى شكلت لجنة واستعانت بالدكتور عادل عيسى. الدكتور لما تابع الملفات وحالة المرضى اكتشف انهم كانوا بيبقوا كويسين جدا، ولكن في سر في نفس الاعراض اللي بيموتوا بيها، هو الشلل التام للجسم وفقد النطق والحنجرة، في حاجة مهمة. وبعدين لما عمل او اتشارك مع الاطباء في العلاج او الدواء اللي بيعمل كل الاعراض دي، اكتشفوا انه بيوجد في حقنة الفلاكسين او في عقار الفلاكسين، هو اللي بيسبب كل الحاجات دي. بس عقار الفلاكسين كان مهم جدا في المستشفى قبل العمليات الجراحية واثناءها، بس بمعرفة الطبيب، علشان كانت بتساعد على ارتخاء الحنجرة، وبالتالي يقدروا يركبوا الانابيب للمريض بدون ما يعاني او بدون ما الحنجرة تطرد هذه الانابيب، كانت بتعمل ارتخاء. لكن لما المريض يكون في حالة كويسة والعملية تنجح، كانت بتسبب شلل تام لكل اعضاء الجسم والمريض كان بيموت. لغاية ما دخلت بنت صغيرة اسمها صباح، عملت عملية ناجحة جدا وفاقت بالفعل، وبعدين حصل لها نفس الأعراض. المهم انهم يعني قدروا يلحقوا الطفلة، فلما لحقوها وسألوها عن اللي حصل قالت لهم جت ممرضة وادتني حقنة. فسألوها عن الاسم قالت لهم كانت بتنادي على الدكتور عشان يجي يلحقني، وهي اسمها عايدة. فابتدوا يحققوا مع عايدة. عايدة انكرت وقالت ازاي كده بعد كل خدمتي سنوات طويلة للمستشفى واللي انا عملته واللي انا ضحيت وتعملوا فيا كده، لا 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 انا مش هقبل ابدا، انقلوني قسم تاني. نقلوها قسم تاني واكتفوا بهذا النقل ولفت النظر، علشان عندها السي في بتاعها او عندها الملف بتاعها بيقول ان هي اشطر ممرضة وعندها ما يشفع لها بمعنى اصح، وما كانوش يقدروا يستغنوا عنها. نقلوها القسم تاني ولكن اكتشفوا تكرار نفس حالات الوفاة او نفس الطريقة بنفس الاسلوب، وعايدة مش موجودة. لا ده في حاجة وفي سر كبير كمان، بس السر انكشف. السر كان لما دخل مريض وعبد القادر كان كبير في السن وعمل عملية ونجحت، ولكن مات بنفس الطريقة. فاهله استلموه ودفنوه، لكن الدكتور عادل عيسى لم يقتنع بهذا الكلام بالمرة، وراح قدم بلاغ فعايدة بشكل رسمي. فالنيابة سألته دليلك يا دكتور؟ قال لهم عقار الفلاكسين. برضو دليلك يا دكتور؟ قال لهم العقار بيقعد في الجسم 45 يوم. فأمروا بتشريح عبد القادر، وكانت هنا الطمة، لأن فعلا التحقيقات أثبتت أن عبد القادر الله يرحمه أخذ عقار الفلاكسين قبل ما يموت، وبالتالي تثبت التهمة على عايدة، وبالتالي يتم تحقيق رسمي مع عايدة. النيابة استدعتها وهنا انهارت قواها واعترفت. يا نهارك زي الفل يا عايدة، عملت كل الجرايم دي عشان قلبك، عشان بتحبي يا شيخة، ارحمينا بقى. وما الجنس لطيف ازاي اللي بتقولوا عليه ده؟ المهم احكي يا عايدة. عايدة قالت لهم انا بحب الدكتور هشام جدا، ولما ببقى في العناية المركزة وأدي العقار للمريض كنت بندهله هشام دكتور هشام تعالى الحق المريض، وفي الوقت ده كنت بقعد معه أطول فترة ممكنة، كنت بشوفه كويس قوي وبقرب منه كويس. قالوا لها ازاي يا عايدة حالات الوفاة استمرت رغم انك مش في قسم العناية المركزة؟ قالت لهم لا، ما انا كنت بحط عقار الفلاكسين في المحاليل اللي كانوا بيدخلوها للمرضى، يعني انا كنت بوصلهم. بس مع الوقت حسيت براحة نفسية وانا بقتل، حسيت بلذة شخصية وانا بقتل. فابتدى بقى الموضوع بالنسبة لي ازاي اعلي التارجت، ازاي اعلي او ازاي ان انا يعني امتع نفسي كل يوم بوفاة مريض غير التاني. ومن هنا ابتدى الموضوع يبقى بالنسبة لي هواية. قتلت 29 شخص
هواية، متخيلين؟ خسارة فيك الحب ده يا دكتور هشام، والله البنت يعني ضيعت نفسها علشانك. المهم اللي حصل بقى، المحكمة حكمت على الأستاذة عايدة بالإعدام، والدنيا كلها مقلوبة عليك يا عايدة، الدنيا كلها كرهك يا عايدة، انت قتلة ناس كتير قوي. المهم يطلع محامي في النص كده يقول لكم عايدة بريئة. ليه يا عم؟ عايدة عندها السي في بتاعها وعندها الملف بتاعها، بيقول ان عندها حسن سر وسلوك وما عندهاش اي حاجة، عايدة شخصية نظيفة، عايدة شخصية كويسة. فضل 3 سنين يهاتي ويخاطب الرأي العام، الى ان تحول الرأي العام من مهاجم لعايدة القاتلة، لان عايدة بطلة قومية وبطلة وطنية وتمثل مصر واسكندرية، والناس كلها تجمهرت لانقاذ عايدة من حبل المشنقة. احنا كده شعب عاطفي 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 جدا، ما يكونش الدكتور هشام ولا الموضوع ده. المهم الناس حولت القضية لرأي عام، واصبحت عايدة بطلة، والكل بيطالب ببراءة عايدة. طب وبالنسبة لل 29 روح احنا مالنا بقى؟ الله يرحمه، ما كانتش القصة الأولى والأخيرة في التاريخ اللي هي غريبة والناس لسه بتحكي وتتحكي عنها لغاية النهاردة. المحامي فضل يجلجل في المحكمة وقال إذا كانوا أهل عبد القادر بيتهموا عايدة، فأنا عايز زوجة عبد القادر تتعرف على عايدة في قفص الاتهام. ولأن عايدة في الوقت ده كان معاها بنات كتير جوا قفص الاتهام، كلهم لابسين أبيض، كلهم لابسين نفس الطرحة، زوجة عبد القادر ما قدرتش تعرف عايدة فيهم، فتخفف الحكم من الإعدام ل10 سنين، ومن 10 سنين قضت 7 سنين بس لحسن السير والسلوك. قتلت 29 شخص، أخدت فيهم 7 سنين. وعارفين إيه 7 سنين دول؟ بتهمة الإهمال يا سادة، مش بتهمة القتل، الإهمال. إيه رأيكم في المحامي اللي دافع عن المجرمة عايدة؟ إيه رأيكم في أي محامي بيدافع عن حد هو عارف إنه مش بريء؟ السبوبة، والسبوبة يعني القرش. ايه رأيكم في اللي احنا عايشينه والاوضاع اللي احنا عايشينها والامور اللي احنا شايفينها؟ اتمنى قصة النهاردة تكون عجبتكم، ان شاء الله اقدم لكم قصص تانية. لو حبيتوا الموضوع وحبيتوا الفكرة قولوا لي في التعليقات، قولوا لنا قصة جديدة او قصة جديدة. بشكركم جدا جدا وبترككم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.